ألو، بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من الآن فصاعدا إذا شاء الله، ولأجل يعني تأكيد أهمية هذا البرنامج، تم الاقتراح بأن الحصول على كل الفعاليات التدريبية تتم عن طريق طلب، عن طريق الإيميل، طلب فقط، غير مدفوع الثمن أبدا، لكن يجب أن يكون هناك طلب بإرسال الفعالية. فهذه فعالية موضوعة بكليب فيديو مشروح شرح ممتاز ونقاط التدريب وشنو فوائدها وكذا وكذا، لا يمكنك الحصول عليها إلا بطلب تطلب الفعالية التكتيكية رقم 36 مثلا، اللي هي Game Practice Advance. أنا كاتبها Advance Game Practice، هذا 36، لأن أنا وضعت اليوم 35 للعامة. الآن كل التمارين في برنامجي ستوجه من خلال الإيميل، مهم جدا بالنسبة للبرنامج وبالنسبة للمتلقي. فأسأل الله لكم ولي أن يحاسبنا على نوايانا وأن يرحمنا في الدنيا والآخرة دائما وأبدا. في هذه الأيام الدعاء إلى الله سبحانه وتعالى مجيب الدعوات أن ينصر حماس التي أصبحت مدرسة المقاومة حول العالم. شاء اليهود الصهاينة، يعني بعض اليهود ليسوا صهاينة، شاء اليهود الصهاينة أم أبوا، عجلوا تعجيل كبير في جعل حماس النموذج العظيم للمقاومة، لأي مقاومة في العالم تكون عليها وتبني عليها نضالها. لا يوجد إلا شعار العين بالعين والسن بالسن، مقاومة إسلامية غير إسلامية، العالم الثالث، مقاومة بأمريكا الجنوبية، مقاومة الاضطهاد. هناك اضطهاد لهذه الأمة. حماس هي مدرسة القضاء، فيها يتم على الاضطهاد مهما كانت التضحيات. صلى الله على سيدي رسول الله. شكرا جزيلا. أنا موفق المولى.